معظم الستات عندها افرازات طول الشهر بتختلف في طبيعتها وكميتها على حسب دورتها، يعني بتزيد مثلا اثناء ايام التبويض، ممكن لونها يبقى وردي او معاها نقط دم بسيطه. واكتر سؤال بيجي على بالك وتساليه، ليه يا دكتور الافرازات دي؟ وهل هي طبيعيه وحاجه عاديه ولا في مشكله؟ وابدا اقلق. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي النساء والتوليد والحقن المجاري، وانا النهارده عشان اقول لك وافهمك الفرق بين الافرازات الطبيعيه والغير طبيعيه، وامتى تطمني وامتى تقلقي. اول حاجه، الافرازات الطبيعيه بتكون بيضه اللون، شفافه، عديمه الريحه، مش بصاحبه اعراض زي الحكه والم اثناء العلاقه الزوجيه مهما اختلفت كميتها من ست للتانيه. يعني مجملا كده، الافرازات الطبيعيه شفافه ملهاش ريحه، بتزيد فتره التبويض او مع اي اثاره جنسيه، وايضا مع التمارين الرياضيه وعند تناول اقراص مع الحمل ممكن تكون افراز مائيه او مخاطيه القوام، مفيش معاها لا الم ولا حكه. الافرازات الطبيعيه دي ممكن تكون فرزات مهبلية شفافة مخاطية، ودي بتظهر خلال فترة التبويض. الفرزات المهبلية الشفافة المائية بتحصل في أي وقت خلال الدورة الشهرية، ممكن بعد بذل أي مجهود بدني أو بعد أداء التمارين الرياضية. النوع الثالث، فرزات لونها بني وأحمر، وده لو حصل أثناء وقت الحيض أو مباشرة بعد انتهائها فده أمر طبيعي، لكن لو ظهرت من غير حيض فده بتدل غالبا على ممكن وجود حمل او وجود اجهاض او اي اسباب تانية. نيجي بقى للافرازات الغير طبيعيه. اولا، لو كان الافرازات دي حكه او ريحه مزعجه او اكثر كثافه من المعتاد فده ممكن يكون احتمال انها افرازات غير طبيعيه. في افرازات منهم بيكون لونها اخضر نتيجه لاصابه ببكتيريا اللي هي تراكمونس، اللي بيبقى ليها ريحه كريهه. تاني حاجة، فرزات بتكون بيضة جامدة مجبنة بتسبب الحكة، ودي ناتجة عن إصابة بالفطريات زي الكانديديا. تالت حاجة، الفرزات الصفراء، ودي ممكن نعرفها عن طريق تحليل فرزات المهبل. الفرزات الغير طبيعية دي أو الغريبة عليك بتيجي نتيجة زي ما قلنا التهاب بكتيري جرثومي سبب إفراز حليبي مصفر ريحته قوية، التهاب فطر الكانديديا اللي بيسبب قطع بيضة مجبنة وحكة. تراكمونس دي بتسبب إفرازات مصفرة أو خضراء مصاحبة حكة وريحة. كلاميديا أو السيلان، ودي بتصاحبها التهابات في المسالك البولية. كمان وضع أجسام غريبة داخل المهبل أو بعض أورام الحميدة في عنق الرحم أو الزوائد اللحمية، الأورام الخبيثة في عنق الرحم أو المهبل. مع ده كله بنحتاج إن احنا ناخد مسحة مهبلية ونعمل تحليل مزرعة عشان ندي العلاج المناسب للزوجين. يفضل ما تستخدمش أي غسول مهبلي. هضيف لك شوية نصائح اللي بتساعد جدا في تقليل الإفرازات والالتهابات. الحفاظ على النظافة الشخصية، نظافة المنطقة الحساسة من تجشيف باستخدام المناديل أفضل من الفوط. اتجاه التنظيف بيكون من قدام لورا. الحرص على تعرض الغرائز الداخلية للشمس في الصيف، وإن احنا نقلل من استخدام الغسولات المهبلية، وأنا بقول لك امنعيها. والأهم من ده كله، انت لو لاحظت اي حاجه غير طبيعيه مختلفه عن الافرازات الطبيعيه ترجع للدكتور بتاعك. ما تستخدميش اي منتجات من نفسك من الصيدليه.